what we're seeing in Saudi Arabia these days, in very sharp contrast to the very cautious approach adopted by his predecessors, for example, Saud al-Faisal, who was foreign minister. موقع ميدل إيست مونيتر البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط نظم مؤتمراً في لندن لبحث الأزمة السعودية في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة وعلاقتها بالمملكة المتحدة. المؤتمر تحدث فيه عدة شخصيات، أبرزها وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو واللورد بادي أشلور رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار السابق، بالإضافة إلى معارضين سعوديين وإعلاميين مهتمين بشؤون الشرق الأوسط، حيث بحث المشاركون الأزمة السعودية من زاوية الحرب والنجاح والمستقبل في عهد محمد بن سلمان، مبدين تشاؤماً إزاء مستقبلها. الآن نحن على منعطف وتحول كبير جداً. هذا التحول فيه عدة معالم. الأول أن الشعب يتضح له بوضوح أن هذه السلطة قمعية وأنها فاسدة وأنها مسؤولة عن كل مآسيه ومشاكله، وليس فقط هذا قول النشطاء أو المعارضة، هذا قول السلطة التي تعتقل بعضها حاليا. فالصورة واضحة جدا للمجتمع. هذه زاوية. الزاوية الأخرى أن هناك قمع رهيب جدا في الزياد مع محمد بن سلمان، فإن طغى الجانب الأول الوعي فالمجتمع لن يسمح لمحمد بن سلمان أن يستمر في هذا الطغيان. إن رضخ المجتمع فنحن مقبلون على حقبة سوداء أسوأ بكثير من التي قبلها. وتبدو الحروب إضافة إلى القمع الداخلي الخيار المفضل لآل سعود لتفادي انهيار مملكتهم، لكن هذا الخيار ليس بالهين، خاصة عندما تكون المستهدفة إيران. And Saudi's not going to go to war with Iran on its own. It will need foreign backers. With the Trump administration, of course, that's unpredictable. It's possible that could happen, but I still feel like there's going to need to be a more of a coalition of the willing, and too many of Saudi's allies in the region are very, very cagey about the idea of confrontation with Iran, particularly countries like Egypt, for example, and who do not want to see, you know, what would be a huge conflagration and obviously would lead to, you know, many proxy uprisings both within Iran, within Saudi Arabia and elsewhere. It's not anyone's interest at the moment. وأما أهم ملامح مستقبل السعودية بالإضافة إلى القمع وإذكاء نار الحروب فهو التطبيع مع إسرائيل. إني أعتقد أن محمد بن سلمان يحضر المجتمع السعودي لمفاجأة كبرى. هذه المفاجأة من بوادرها أننا أصبحنا نرى على صفحات الصحافة السعودية المملوكة للنظام طبعا هناك بعض الصحفيين والكتاب والمثقفين الذين يروجون لموضوع التطبيع وأن إسرائيل ليست عدوتنا، وما هي المشكلة في أن نتحالف مع دولة كإسرائيل لمواجهة إيران. لذلك هناك تهيئة للرأي العام السعودي من خلال الصحافة ومن خلال سيطرة محمد بن سلمان على جميع منابر الصحفية المكتوبة والمرئية. السعودية تشهد تحولات هي الأعنف منذ تأسيسها، وتدل معظم المؤشرات على أنها متجهة نحو الانهيار وبأسرع من المتوقع بحسب العديد من المشاركين في المؤتمر. أن السلطات السعودية تحارب حرية التعبير عن الرأي وتصنف انتقاد ديانة أو عدالة الملك وولي عهده كتصرف إرهابي يجب أن لا يعاقب عليه بأقل من 5 سنوات.